سلام عليكم للكل، ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. معكم ريان، اذا اول مرة بتشوفوا قناتي. وصفتي لليوم هي عروسة السفرة اللبنانية، الكبة النية. الكبة النية هي اكلة عربية كتير مشهورة عنا بلبنان ومعروفة واكيد غنية عن التعريف. هيدي الاكلة معروفة ومشهورة عن ايام جدودنا وستاتنا، وأكيد ما في سفرة لبنانية تكتمل بلا الكبة النية، فحبيت فرجيكم كيف بعملها وبجهزها على طريقتي. بتمنى من كل قلبي تعجبكم. هلأ خليني فرجيكم على المكونات وطريقة التحضير. أول شي بدنا نبلش بالتبلة. لنجهز تتبيلة الكبة بدي حبق أخضر مغسل أكيد ومورق، نعنع مغسل ومورق، ما تستعملوا ابدا النعنع والحبق اليابس، بصله كبيره قشرتها وقطعتها 4 قطع، للحار عندي 3 قرون حار، فيكن تستعملوا حار على قد ما انتو بتحبوا، ملح اكيد حسب الذوق، قد ايه بتحبوا الملح بتحطوا، وكوب واحد من البرغل الناعم الاسمر. هلأ للبرغول، في ستات بيحبوا يكتروا للكبة النية برغول، بس أنا شخصيا ما بحب، يعني بحب البرغول يكون كتير قليل فيها. وهيدولي هن مكونات التبلة يلي بدنا نستعمله. رح خلي لكم مكونات والمقاسات بالضبط تحت الفيديو بالديسكريبشن بوكس. كمان في ستات بيحبوا يحطوا للكبة النية بهارات كمون، بهارات الكبة، هيدا الشي بيرجع لكم. أنا بحب بس طعمت التتبيلة، وأكيد كل شخص عنده ذوق. للكبة اللهم صلي على النبي، عندي 1.5 كيلو لحمة الكبة. بتروحوا لعند اللحام بتقولولو يعطيكم لحمة كبة، لازم يكون شكلها مثل هيدي هيك، زهرية طازة فش، غير شكل لحمة غنم هبرة. رح بلش بطريقة التحضير. هلأ بيجات في مي مسقعة، كل شغلكم بالكبة النية لازم تكون المي مسقعة. رح حط بقلبهم البرغل الناعم الأسمر ونقعهم تقريبا 7 دقايق. لبين ما انتقع عنا البرغل بهالوقت رح نحضر للتتبيلة. بالمولينكس رح نحط النعنع والحبق والبصل والحر الأحمر ونطحنهم كتير منيح، ما لازم يدلوا شوي خشنين أو فين قطع، لازم يكونوا كتير كتير ناعمين. It's a long voyage. 정처 없이 떠돌다 어딘가엔 닿을까. هيك التتبيلة صارت جاهزة عنا اللهم صلي على النبي، بحطها على جنب. وهلأ بيجي عنا وقت البرغل. بعد ما انتقع البرغل لحط جات مصفية بقلبه وصفي منهم كل المي، وبلش عصرهم وحطهم فوق الكبة النية. بمسك بإيدي كمشة برغل وبعصرها كتير منيح من المي المسقعة، وبحطها فوق الكبة النية مثل ما نكون شايفين قديمكم. بعد ما عصرت البرغول بحط عليهم الملح اللهم صلي على النبي، وببلش اعجنهم مع بعض كتير منيح. اول خطوة هي عجن الكبة والبرغول والملح. شيغانن لا لا لا، شيغامن
بعد ما البرغل والكبة تجنسوا مع بعض كتير منيح رح ضيف عليهم التتبيلة. هلا هون كمان برجع بعجنهم كتير منيح مع بعض لحتى التتبيلة تجي على كل الكبة والبرغل. هلأ هون بتقدروا تضيفوا كم رشة مي إذا لقيتوا الكبة مثل ناشفة وما عم تنعجم معكم مزبوط، بتقدروا تضيفوا كم رشة مي مسقعة. بس أنا ما ضفت مي مسقعة أبدا لأنه التتبيلة يلي عاملتها البصل ما شاء الله عامل كتير مي، فما ضفت مي مسقعة. وانتو عم تعجنون هون إذا لقيتوا مثلا هيك ورقة نعنع منا مطحونة أو حبة بصل بتشيلوها وبتحطوها على جنب، ما تخلوها بقلب الكبة كرمال يطلع شكلها حلو. هلأ هيك ما شاء الله كون خلصت عجن الكبة النية وصارت جاهزة. يلي بدي أعمله إنه لازم دوقها لحتى أشوف إذا قصة بدها ملح أو لا. ما شاء الله دقتها طعمتها كتير 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 طيبة، لازم تجربوها. يلي بدي أعمله هلأ بعد ما دوقها بغطيها وبحطها بالبراد لحتى تسقيها أو تبرد كمان 20 دقيقة، اللهم صلي على النبي، لأن الكبة النية كل ما بردت وسقعت بالبراد أكتر كل ما طلعت أطيب. بعد 16 دقيقة تقريبا طلعتها من البراد، صار وقت انه نتغدى. قبل ما تمدوها اللهم صلي على النبي بتحطوا عليها كم رشة مي مسقعة وبترجعوا بتعجنوها شوي صغيرة، ما بتكتروا مي ابدا، يعني هيك بس شوي صغيرة على ايدكم كرمال تقدروا تعجنوها. لحتى تقدموها بتقدروا تحطوها بصحون كذا صحن مثلا، بتقدروا تحطوها بشختورة أو على الكاتينج بورد مثل ما أنا عم بعمل. وأكيد كل ست عندها ذوقها وعندها لمستها الخاصة، بتقدر تعمل يلي بدها إياه وعلى ذوقها. أنا اليوم حابة مد الكبة النية على شكل شختورة، كتير هين وما بياخد معكم وقت. أهم شي أنتوا عم تمدوها كل شوي تحطوا هيك نقطة مي صغيرة على إيدكم وتتبطبوا إيديكم على بعض وتكفوا مد، تمدوا بالطول وبعدين من فوق ومن تحت بتقربون على بعض. مديت الكبة النية اللهم صلي على النبي، بجيب سكينة من قدام تكون مروسة وبلش أعملها بهيدا الشكل يلي شايفين قدامكن على كل الكبة النية، رح يطلع شكله خرافي وبيشهي القلب. بعد ما مديتها وخلصتها تزيين بدي زينها هلأ بالنعنع والبصل. على 3 زوايا رح حط نعنع، بتكتروا بكل زاوية نعنع، ما تحطوا ورقة أو تنتين، كمشة أحلى كرمال يطلع شكلها هيك مرتب وغنية. وعلى زاوية واحدة منهم رح حط 3 قطع من البصل. أكيد طريقة التزيين كمان بترجع لكم، فيكن تحطوا مثلا جوز مفروم أو سنوبر على ذوقكم.
وهيك أحلى كبة نية صارت جاهزة. عملت حد منا بطاطا مقلية، باذنجان، أرنبيط وتبولة، وحطيت حد منا بصل أخضر، بندورة وحر، اللهم صلي على النبي. وفيكن تعملوا حد منا إذا بتحبوا فتوش. وأكيد أكيد أهم شي بالأخير تطفحوها تغرقوها بالزيت الزيتون الأصلي.짙은 안개 속을 걷고 있어 외로운 그 발걸음. وهيك بتكون خلصت وصفتي الكبة النية اللي على طريقتي لليوم. بتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم واستفدتوا من هيدا الفيديو. أكيد بليز خلوا لي رأيكم بالكومنتس بالكبة النية، وبدي منكم بليز تخلوا لي بالكومنتس كمان شو حابين تشوفوا وصفات جديد على ماي تشانل، شو حابيني أعمل. وهلأ رح قلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تدلكم بألف ألف خير وبصحة منيحة ومبسوطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية. It's a long